رح نقطع على الاغلاط الشائعه اكثر شيء بالبوش اب، ورح بلش من تحت من كعب الاجرين لنوصل على الراس. اول شيء كعب الاجرين دائما لازم يكونوا الهيلز راجعين لورا، الركبه دائما لازم تكون مقفله، يعني الكوادريسبس لازم يكونوا مشدودين، عمول ارتش صغير. اوكي، لازم نبرم الهيبس لجوا ونشد الجلوتس، الشولدر بليدز راجعين لورا، التشست عالي دائما، الرقبه دائما الايند، يعني مثلا اذا لقطنا ستيك بده يكون الراس والظهر والسباين من كعب السباين جالسين. هلا بالنسبه للالبوز، البوزيشن الانجل تبع الالبو، نزل قالونا فرجينا وحده. اوكي سو هيدي اتس جود اب، فرجينا وحده غلط لبرا، هيدي غلط كثير ما لازم ابدا نعملها لبرا، طلع فرجينا وحده الالبوز مضبوطين لجوا وبنرجع نطلع. اوكي سو بالنص فيري جود، لجوا فيري جود، لبرا ابدا ما نعملها. هولي اكثر شيء الاغلاط المعقول يصيروا. هلا النزله لازم تكون مينيموم 90 ديجريز، فرجينا 90 ديجريز اب، وماكسيموم ننزل اللي بيقدر والشولدر موبيليتي والتشست موبيليتي بيسمحوا له ينزل، بينزل بدق التشست بالارض وبيطلع. اهم شيء نحافظ على التايتنس بكل جسمنا نحن عم نعمل البوش ابس، ويلا نشاط.